نروح بعد كده للخبر اللي بعد كده. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي وكلامه عن اكرم توفيق. اكرم توفيق احد رجال النادي الاهلي، احد اللعيبه المميزه في النادي الاهلي، يعني حظه وحش شويه لكنه رجع من الرباط الصليبي اللي فات زي الفل. من اول مباراه اداؤه كان اكتر من رائع. دلوقتي اكرم قال كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو ودكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق هيتوجهوا بكره ان شاء الله للنمسا لاجراء جراحه الرباط الصليبي. هو مسافر النهارده اوريدي خلاص، والجراحه بكره ان شاء الله، يعني هم النهارده الصبح سافروا، ان شاء الله بكره الجراحه في النمسا. نتمنى انها تكون جراحه ناجحه ان شاء الله، ونتمنى ان هو ما يتاخرش علينا. المره دي الرباط الصليبي قطع جزئي، يعني ان شاء الله يكون اسهل من المره اللي فاتت، وان شاء الله التنسيق بين الجهاز الطبي والدكتور في النمسا يكون على اعلى مستوى. نتمنى طبعا ان الفحوصات الطبيه اللي هتتم وكل الاجراءات بتاعه الجراحه تكون على اعلى مستوى.